مرحبا هاي جايز، اليوم الفيديو تبعنا حيكون عن تجهيزات العيد. يا ترى ايش راح يشتروا مع هذا الوباء؟ وقبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا لايك والاشتراك والجرس، ويلا نبلش. يلا يا بنتي لازم اليوم نتسرع عشان لانه بتعرفي مع هذا الوباء. نعم يا ماما، وايش يا ترى راح نشتري؟ تعالي ندخل عشان الملابس. يا ماما انا بدي اشتري احلى ملابس، بدي اتفاخر على بنت عمي لانه هي دائما تلبس احلى مني. ماشي، اليوم في هذا العام اشتري لك احلى ملابس اغلى عنجد. يلا تعالي ندخل. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه هي الملابس تبع العيد ولا هاي هي؟ لانه احنا بتعرفي في هذا الزمن احنا ما جبنا الملابس. ماشي يلا يا بنت خلينا نختار. يلا يا ماما انا عجبتني هاي السوداء. هاي حلوه؟ متاكده؟ ايه متاكده، واحلى من عام الاخر. ماشي يلا خلينا نشتريها. بس اولا يا ماما خلينا نغيرها لان العام خلينا اقيسها لان العام الماضي ما قيستها. بتعرفي ايه صار معنا؟ ماشي انتي روحي قيسيها وانا بدي اختار ملابس لي. ماشي انا بدي اختار هاي الوردية احلى. ماشي ايه اللي حصل معك يا بنتي؟ ايه شوف ماما طالعة بتجنن عندك، والله جاتك حلوة. وانتي يا ماما ايش اشتريتي؟ اشتريت فستان زرعي. عشان عليك رح تقيسي؟ لا اكيد رح يجيني. ماشي مشكلة. يلا خلينا غير ملابس ونروح. والله يا ماما فين حنروح؟ رح نروح نشتري لكم هدايا عشان عيد. هي بس انت استني هون عيدي في هذا الكرسي وانا ما راح اخبركم في هدايا. اكيد يا ماما الهدايا حتكون مفاجاه. ماشي عم استنى وانت روحي. ماشي حبيبتي. ايه راح اشتري لهم؟ الالعاب كتير حلوه، والطابور اليوم جابوا الطابور ما شاء الله عليهم، جابوا هذا الملابس كمان. واو السلام عليكم، كيفك يا ابن خلدون؟ يا ابن خلود انت كيفك يا ابن بقره؟ الحمد لله. انت ايه اللي جابك هون؟ اكيد جابني هون عشان اشتري له ملابس العيد. بتعرفي الاولاد بيحبوا كتير العيد. ماشي الله معك. يلا مع السلامه. خلص يا ماما انت اشتريتي ملابس العيد. يا ترى ايش راح تكون هاي المفاجاه يا بنتي؟ مش راح اقول لك. وهلا انا راح اروح نشتري الخضار يا بنتي. بتعرفي يوم العيد يا ماما ايش راح تحضري لنا يوم العيد؟ يوم العيد بحضر لكم كسكس. ياه انا احب كتير الكسكس مع اللبن. وحتى انا يلا تعالي.